تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقة، يختتم الموسم المسرحي اليوم دورته 12 بعد تجواله على مختلف الإمارات في الدولة خلال 4 مسرحيات تم اختيارها جميعا من مشاركات بأيام الشرقة المسرحية في دورتها الأخيرة لعام 2016. كاميرا أخبار الدار تواجدت في عرض مسرحية ليلى بدبى الحصن ووافتنا بالتقرير التالي. حالة من الاستمرارية تعيشها مسارح الدولة، وذلك من خلال تجوال الفرق المسرحية المشاركة في أيام الشارقة المسرحية بعروضها المختلفة في إمارات الدولة، بعد أن استطاعت استقطاب الجمهور وأسست لنفسها مسرحا جماهيريا يتمتع بذائقة فنية تشكل حافزا إضافيا للعطاء. دعيني أموت وأنا أرتدي بالزي العسكرية وأحمل بندقيتي. لتقتل أبناء جوجتك؟ إذا لماذا لا تشرع بختلي؟ هيا هيا اقتلني يا المجنون اقتلني. الموسم المسرحي طبعا هو الهدف من تواصل المسرح مع الجمهور. أول شيء نشكر جمعية المسرحيين على إتاحة هذا العروض المسرحية. احنا عرضنا أول عرض كان عندنا في البداية كان مع في المركز الثقافي في عجمان، عقب انتقلنا لأم الكيوين وكلبة، وهذا آخر عرض احنا عندنا هني بدبى الحصن إن شاء الله. احنا نحاول يعني نقدم ما هو جديد للمسرح الإماراتي إن شاء الله. أحدد مصيرها. مسرحية ليلى تألقت بعرضها على مسرح المركز الثقافي في دبى الحصن، وهي من تأليف وإخراج علي جمال وتمثيل مرعي الحليان وبدور، لتدور أحداثها حول ما استلهمه الكاتب من المرحلة الراهنة في بعض البلاد العربية التي تمر بحالة من الاضطرابات والحروب، لتعيش من بينها قصة حب بريئة من نواس وميساء، ولتكتب في آخرها النهاية لكليهما. وانا اكره فيك اشياء كثيره، وانا اكره كل ما اراه امامي مجرد طفله مدلله. ماذا قلت؟ حافز جدا حلو حق المسرحيات اللي حرام تنعرض على مرة واحدة بس في المهرجانات الكبيرة، فالحلو انها تنعرض على كم من مرة، وحلو ان في ناس ما كانوا شايفينها ويشوفونها مرة ثانية. ارتكز العرض الذي تميز بصورته البصرية الملفتة على لحظات قصة حب أراد منها الكاتب بيان حقيقة أن كوارث الحرب تقع على أناس بسطاء لا جريرة لهم فيها، في حين يسلم أولئك الذين أشعلوا نارها، ليتألق مسرح الشباب في تقديمه لعنصر مميز في المسرح تعتمد أحداثه على شخصيتين. ما يميز هذه الدورة في العروض أن أغلبها اللي في مدارس مسرحية جديدة فيها بحث في الاشتغال جديد على المسرح الكلاسيكي التقليدي، في خروج كثير عن الأشياء التقليدية، يعني مثل مسرحيتنا ليلى مسرحية كاملة قائمة على شخصيتين وعلى خشبة مسرح فارغة تماما من الديكورات. هذا نوع من التجريب في المسرح. مسرح الشرق الوطني يقدم عمل أيضا متجه باتجاه الكريوغراف والتشكيل بالجسد، المسرح القائم على الاستعراض الجسدي أكثر. فعلى مدى 12 عاما استطاع هذا الموسم المسرحي أن يصمد ويتواصل وأن يشكل فضاء موسميا للعمل المسرحي المتميز الذي يجد فيه الشباب الترفيه المطلوبة والمقرون بخلق مستقبل مسرحي مزدهر. وللحديث أكثر عن الموسم المسرحي في دورته 12 معنا عبر الهاتف الفنان مرعي الحليان عضو في جمعية المسرحيين. بداية أهلا بك في نشرة أخبار الدار. أهلا بكم وأهلا بمشاهدينكم الأعزاء، وشكرا على هذه التغطية المفصلة عن الموسم. طبعا أحب يعني من خلال هذه المناسبة أن نقدم جزيل الشكر والعرفان لصاحب الأيادي البيضاء على الحركة المسرحية في دولة الإمارات، وهو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقة حفظه الله ورعاه. قبل 12 عام
أطلق صاحب السمو هذا الموسم باعتبار أنه أغلب العروض المسرحية الناتجة عن مهرجان أيام الشارقة المسرحية هي عروض محصورة فقط في مدينة الشارقة، ومنها قرر سموه بأن يجب أن تطوف هذه المسرحيات المميزة المتميزة من أيام الشارقة المسرحية أن تطوف إمارات ومدن الدولة بغرض نشر المسرح النوعي، المسرح الجاد، المسرح ذو الرسالة الثقافية التوعوية المهمة. هذه كانت توجهات صاحب السمو، وتبنى دائرة الثقافة والإعلام بالتعاون مع جمعية المسرحيين تسيير هذا المهرجان. نعم. ما يميز الدورة هذه عن الدورتين السابقتين فقط هو أنه عودة إلى مسرح الكبار. قبل عامين كان هناك الموسم تحول إلى انتقاء أعمال من مهرجان الطفل، وشهد العامين الماضيين حضور جماهير غفيرة من قبل الأسر والعوائل والأطفال، لكن ارتأينا جمعية المسرحية ارتأت هذا العام أن تعيد مسرح الكبار حتى لا تحدث قطيعة بينه وبين الجمهور. والأجمل من ذلك أنه تفعيل النشاط الثقافي والفني والمسرحي خلال موسم الصيف. من المعروف أنه كثير من العوائل تسافر، وكثير أيضا منهم من يبقى داخل البلد. نعم، الفنان مرعي، ما هي نسبة الإقبال الجماهيري، وكيف رأيتم الإقبال الجماهيري على هذا العام؟ يعني الإقبال هو متفاوت. يعني إذا قلنا بشكل دقيق مثلا، كان الإقبال في إمارة أم القيوين بشكل كبير. نعم. على العروض الأربعة خلال على مدى أسبوعين الماضيين، كان الإقبال أيضا كبير في إمارة عجمان. الأسبوعين الأخيرين هذول ممكن نقول بأن الإقبال في كلبة أكثر من دبل حصن، ويعتمد طبعا على يعني درجة الناس اللي مسافر والناس اللي باقية في البلد. لكن يبقى المفرح جدا أن هناك جمهور يأتي إلى صلاة العرض في موسم الصيف ويشاهد عروض هي ليست ترفيهية، هي عروض تطرح فكر وتطرح قضايا إنسانية. وهذا ما يفرحنا بأنه المواطن أو المشاهد تعني أيضا القضايا العربية. نعم. والهموم. جميل. العامة الإنسانية. نعم. هذا الإقبال يعني بصراحة يفرح، وهذه أنا أعتقد هي من ثمار توجيهات صاحب السمو بأنه يجب أن يذهب المسرح إلى الجمهور والناس. نعم نعم، جميل. إذن الفنان مرعي الحليان عضو في جمعية المسرحيين، شكرا لك على هذه الإفادة، ونتمنى لكم كل التوفيق.